رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما التقى نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف على هامش اجتماع مجلس الحلف الاطلسي وروسيا المخصص لبحث الاوضاع في ليبيا في منتجع سوتشي على البحر الاسود. وبعد محادثه بين القاده الروس والامين العام لحلف شمال الاطلسي اندريس فوغراتموسن الذي دفع عن عمليه الحلف في ليبيا، صرحت روسيا انهما لا يزالان على خلاف حول الحمله الجويه الغربيه على ليبيا. روسيا اعربت عن غضبها بالاخص بعدما زودت فرنسا الثوار الليبيين بأسلحة، قالت باريس أنها أسلحة خفيفة تتمثل في بنادق رشاشة وقاذفات صواريخ، إلا أنها نفت تسليمهم صواريخ مضادة للدبابات. روسيا امتنعت سابقا عن التصويت على القرار في مجلس الأمن، ولكنها أعربت منذ ذلك الوقت عن غضب متزايد إزاء استمرار وتكثيف الضربات الجوية التي يقودها الأطلسي على أهداف تابعة لقوات معمر القذافي.